اليوم الحلو ده الجميل ده اللي ربنا يسعدكم يا رب فيه وتستمتعوا بحياتكم زي ما احنا بنستمتع بحياتنا في اي مكان. وانت جاي بالاتوبيس ولا بالقطار ولا بالسيارة ولا جاي ماشي؟ لا والله انا جاي بالقطار. ركبت القطار الصبح لقيت نفسي هنا، قلت يلا خلينا ننزل نشوف ونستكشف هذه المدينة الجميلة الهادية الرايقة الحلوة اللي كلها جمال. صباح الفل، ركبت القطار وجيت محطة اسمها جي أرجن اسكمند. ها نبدأ الرحلة هنا، نبدأ الرحلة هنا. طبعا انتوا هتتفرجوا على الرحلة واليوم الجميل في هذه القرية الجميلة، واكون انا في المنزل لان انا راجع دلوقتي في طريق العودة. لما جيت الصبح جيت هنا كنتش اعرف المدينة اسمها ايه صراحة، بس شفتها دلوقتي قلت اقول لكم عليها من البداية. صباح الفل في هذه القرية. صباح الفل، صباح الفل، صباح الفل، اخباركم ايه؟ هوديكم مكان، مكان عالمي، قرية من ضمن القرى في الريف الالماني. خلينا نشوف الريف الالماني وجماله. صباح الفل، يلا بينا، يلا بينا، صباحكم عسل. اول ما بتنزل من محطة القطار بتلاقي بقى المنظر الحلو ده. بصوا المدينة، واحد يسألني يقول لي مدينة ايه دي، اقول له معرفش، انا ركبت القطار ونزلت هنا عشان افسحكم وافرجكم على المانيا والريف بتاعها عامل ازاي. بصوا بيوت الفلاحين في المانيا، ايه رأيكم؟ بصوا الهدوء، هي دي القرى. تركب اي قطار وتبعد عن مدينة نورنبرج عشان تشوف الدنيا صح وتشوف الناس دول عايشين ازاي. بصوا الجمال والهدوء، يا عيني على الحلاوة، يا عيني على الطعام. خليكم يا جماعة تستمتعوا بقى في الأجواء واليوم الحلو ده. صباح الفل. الله على البيوت والحلاوة والجمال. الهدوء أميز حاجة في هذه البلاد، والشكل الجميل والبيوت الحلوة الرايقة الهادية، في أحلى من كده روقان؟ يا عيني. المهم انتوا أخباركوا ايه؟ كله تمام؟ صحتكوا عاملة ايه؟ حلوة؟ ربنا يسعدكم يا رب. بحاول ان انا اخرجكم ونتمشى قبل ايه؟ قبل السكمك. يعني قرية هادية جدا مع ان فيها عربيات وفيها اتوبيسات وفيها قطار اهو الناحية التانية ورا البيت ده كده على طول، اللي هو السكة بتاعت القطار، ولكن هدوء. العربيات رايحة وجاية بس مفيش ناس في الشارع كتير، وهو ده اميز شيء في هذه الدول. كانت اوكرانيا بهذا الجمال. بص العادات الجميلة الحلوة، يا عيني عليكم، يومكم حلو، الشمس طالعة مع ان احنا في العام الجديد، وده اول فيديو في العام الجديد، العام الحلو السعيد اللي هيبقى كله رزق وخير على الجميع. وصباحكم ورد وعسل في جو المانيا المجنون الجميل. جو برد جدا ولكن الشمس طالعة وشكلها تحفة. بصوا الحلاوة، يا عيني، يا عيني على الحلاوة، ما شاء الله. هدوء جميل مع ان الشمس طالعة والجو برد، ولكن تحس بانتعاش في المدينة الجميلة. مدينة ايه دي؟ والله ما عارف، والله ما عارف. انا نزلت من القطار قلت افسحكم وامشيكم وادلعكم. بصوا ما شاء الله، شايفين؟ ما شاء الله، بلاد جميلة، بلاد تستمتع فيها فعلا. تعالوا تعالوا انتوا ولاد حلال، والله انا جاي هنا بالصدفة. بصوا الشلال ده، تعالوا تعالوا، يا عيني يا عيني. سيبك من الترعة دي، سيبك من الترعة، شايفين؟ الله بقى على الشلال، الله بقى كده على الشلال. ايه ده يا عم الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ النهر السائر،
بص يا عيني كاكي يا عم كاكي كاكي، خلينا ننزل تحت ونصور من تحت. ايه يا عم البط اللي عمال يكاكي ده؟ ايه ده؟ ماله؟ في ايه؟ السادة الارض مبللة اهو البط اهو. اوعي اوعي تعمليها معانا. بص انا ماشي فين؟ يا بين استنى ما انزل الصورة. في غرز اهو يا سيدي، البط اهو اللي بيكاكي اهو اهو، شكله جميل قوي. بص بقى الحلاوة دي، يا عيني عليك يا المانيا وجمال المانيا والبلية التحتية. دي مجموعة كبيرة خلي بالك، اللي هو رقبته زرقاء ده ذكر، وطبعا الانثى بتاعته. بس الانثى مالك مالك مسعانة وبردانة وكمشانة في نفسك كده ليه؟ في هنا تلات ذكورة وانتهى تاني ايه؟ شكلها وهي كمشانة كده شكلها يضحك. ايه رايكم؟ ايه رايكم بجد؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كاكي كاكي كاكي، بتكاكي ليه؟ عماله بتكاكي، بتنادي على جوزك ولا بتعملي ايه؟ واقفه هناك اهي عماله تكاكي. فينك اهي؟ شايفينها؟ يلا اتحركي. فينك اهي؟ شفتها؟ اهي بالظبط اهي. فين؟ واقفه باين جنب العش بتاعها عماله كاكي، بتنادي على جوزها المزغوت. روح ياض لمراتك، ياض روح لمراتك. ايه رايكم بقى في المنظر الجميل ده؟ مش انا برضو بفنن؟ والله يا جماعه انا ما برتب اي حاجه، انا بركب القطار ومطرح ما يوديني اهي بتكاكي. شايفينها يا بنتي؟ ما تكاكيش. طبعا الفل، قولوا لي رايكم ايه في الجو الجميل والريف الحلو ده؟ والله منطقه انا اول مره اروحها او اجيها بمعنى صح، وسبحان الله طلعت جميله جدا. بس الجو ساقع خلي بالكم، حتى انا حاطط ايدي في الجاكيت. يا مسهل الحال يا رب، يا عيني عليك. بصوا الناحيه الثانيه كده، استنى احول لكم كاميرا. بص شايف يا باشا الطبيعه؟ بس ايدي رصرصت، والله ايدي رصرصت يا جماعه. جو برد فعلا، ولكن عادي مفيش مشكلة، احنا لها نحن لها، ولا بيقولوا ايه؟ بيقولوا احنا لها ولا نحن لها. بس الشمس طالعة سبحان الله والجو ساقع جدا، شهر يناير بيبقى برد جدا في هذه الدول. ولكن انا عاوز اوريكم المنظر الحلو اللي احنا بنستمتع فيه. المانيا نورنبرج. فين بقى في نورنبرج؟ والله يا ابني ما عارف، والله ما عارف. انا لقيت محطة وقف فيها القطار، رحت نازل وقلت ايه انزل اصور لكم. انا احيانا باجي اماكن زي دي كتير وما بقاش ليا نفس ان انا اصور، او جو برد اطلع ايدك مش عارف ايه. لما بلاقي جو شمس كده وحلو كده بنتهز بقى الفرصه ان انا اصور لكم وندردش في اي كلام واي رغي. واخد بالك يا نجم؟ دردش في اي كلام واي رغي. ايه رايكم بس في الجو الحلو ده؟ الجو يا جماعه حرفيا والله العظيم ساقعه جدا جدا، فربك ييسر الحال. تعالوا نروح الحته ده، موقع بناء، موقع بناء، صور في تواليت اهو. فخلينا نخش نقف على النهر الجميل ده. يا عيني يا عيني على الحلاوه والطبيعه والجمال الجميل، الناس الحلوه الهاديه الرايقه. بصوا يا جماعه البيوت عامله ازاي، بيوت الفلاحين في المانيا. يا عيني عليك يا المانيا، يا عيني. الله، حته ترعه ماسكه المانيا كلها، ماسكه المانيا. طبعا في اماكن بتبقى اضعاف اضعاف المساحه دي، يعني في بعض المناطق، يعني مش في كل المناطق. ولكن سبحان الله، يعني بصوا التلج يا جماعه، ده هيدلكوا على ان الجو فعلا برد. 2 تحت الصفر، 2 تحت الصفر، عادي مش هتفرق. بصوا النهر، بصوا متلج ازاي. شايفين؟ اه يا نهار ابيض، شايفين التلج؟ شايفين التلج؟ حتى بشاير التلج. الله يصلح حاله بقى السمك اللي بردان في البرد ده. شايفين التلج اهو كل حته. كان الصبح
موجود اللي هو الماروز ده، شايفين؟ ما شاء الله، يا عيني يا عيني على الطبيعة الحلوة والناس الحلوة الرايقة والهادية. صباح الفل، سبحان الله، الشمس طالعة والجو ساعة جدا. اه والله، ومع ذلك يعني انت مستمتع لان انت حواليك طبيعة وخضرة. ايه ده، في نقر كده غريبة، فيران باين فحرة في الارض تفحر اهي، شايف؟ شايف منظر الجحر بتاعها؟ عارف باين بقى ولا لا؟ يا عيني، صباح الفل، الفيران كتير اصلا. المهم قولوا لي رايكم في الاجواء دي، بصراحه اجواء جميله قوي. خليني احول لكم الكاميرا وافرجكم على المكان. يا الشمس بتعكس جامد في التليفون. بص الروقان والهدوء والبيوت الحلوه الجميله. ربنا يسعد الناس كلها يا رب، ربنا يسعد الناس كلها. بحاول ان انا اخرج في اوقات فراغي عشان الكورس بنستعد له، ما احنا من ناجحين. المهم لما بتروح المدينه ما بتلاقيش بقى الروقان ده، بتلاقي هيصه وزنبليطه وما بتبقاش انت دريان. هنا الناس معظمهم، نقول 90% منهم، هم المان المان المان، واخد بالك؟ ونقف على الاشاره، لازم تدوس على البتاعه دي عشان دي تنور فيجي دورك وتقدر. هو كده هيفتح اهو، بصوا. يلا يا سمسم، يلا يلا يا سمسم كده نعدي. شايفين يا جماعة الهدوء؟ يعني تخيل انت عايش في مدينة زي دي، قرية بهذا الجمال وهذا الشكل الحلو. مش عارف نخليها القرية الألمانية هتقول ايه ولا ايه على هذا الجمال، ولا نقول ايه ونعمل ايه. صباح الفل، يا عيني يا عيني على الحلاوة، يا عيني مكان جميل قوي. ان شاء الله هاجي هنا كتير، مش كتير قوي يعني، ممكن اجي مره تاني ولا حاجه عشان اخليكم تستمتعوا بجمال هذه البلاد والبناء الجميل او العماره اللي موجوده داخل هذه القرى. بصوا البيوت عامله ازاي، كلها مقاس واحد وشكل واحد ونظام واحد تقريبا. ما شاء الله ما شاء الله. ان شاء الله باذن الله في الصيف هنحاول ان احنا نروح اماكن تانيه. في احلى من كده روقان وقعده في الهادي؟ انا جيت الصبح ركبت القطار اللي لقيته قدامي، ما سالتش ده هيروح فين وهيجي منين، قلت هتمشى وزي ما ترسي. جبت القهوه بتاعتي وشربتها، كان بصراحه اليوم بدايته كانت جميله قوي، ونهايته حتى هذه اللحظه بصراحه تحفه. طبعا لما بخرج بروح اي مكان في المانيا براحتي، لو عاوز اخرج اروح اي دوله اخرى براحتي برضو، ممكن افسحكم. بس الايام دي الجو برد، فانا مستني الصيف زي الصيف اللي فات كده، واخدكم في شويه دول حلوه تروقوا وتفرفشوا معانا وتنبسطوا، ويبقى يومكم جميل وحلو. لما بتخرج وبتبقى رايق مزاجك بيبقى حلو، تقدر ان انت تكمل في حياتك. في حاجات بتحصل في حياتي كتير حلوه حلوه، واحيانا ما بقاش في وقت ان انا اقعد اكلمكم عنها، ولكن بقول لكم عناوين المواضيع. ان شاء الله باذن الله الايام اللي جايه كلها خير. خلصنا البي اينز ومستنيين الكورس الجديد. بس هو ده اللي انا عاوز اقوله في اليوم الجميل المشمس ده. الجو يا جماعه مش عاوز اقول لكم ساقعه، بس سبحان الله الشمس طالعه ومزنهره واخر حلاوه. احنا في شهر 1/2024 وده اول فيديو في 2024، والله المستعان وهتيجي ايام حلوه كتير، وهتيجي فسح وهتيجي رحلات وهتيجي فرفشه وهتيجي انبساط كتير قوي في حياتنا ان شاء الله باذن الله. وللايام الدول زي ما بيقولوا، وغدا لناظره قريب. فهمت يا غالي؟ يعني عاوز برضو ايه واحنا بندردش مع بعض كده اروح اجيب واحد قهوه عشان يظبط الطاسه، وبعد كده اكمل على محطه القطار. محطه القطار قريبه هنا من المكان اللي انا فيه ده، تقريبا تبعد 10 دقائق، يعني انا ما مشيتش كتير. انا خرجت من محطه القطار بصيت كده شمال ويمين، لقيت بيوت وحاجات حلوه، وفي جبل هناك اهو اهو، بصوا شايفينه اهو اهو اهو، جبل اهو عالي، ما اعرفش جبل ايه ده، جبل المقطم باين. وادينا
قاعدين ومروقين ومية مية وآخر روقان. صباح الفل. قعدت في المكان دون وشربت القهوة بتاعتي، شريت قهوة من الكافيه اللي هناك دون، وهتوكل على الله على محطة القطار. في طريقي بتلاقي البيوت اللي هي بتاعت الفلاحين، البيوت دي الريف، في أراضي زراعية، طبعا في أراضي زراعية كتيرة موجودة، ولكن هو ده حال الدنيا، تلاقي فلاحين وتلاقي أفندية تلاقي مدن وتلاقي كرة، وانت بتستمتع في حياتك. استمتع يا غالي، استمتع. الجو ساعة مع ان الشمس طالعة ومزنهرة ومالية السماء جميلة ومنعشة قوي والله، بس الجو بارد. انت تتحمله؟ اه طبعا هتحمله، بس انا ما معيش الجوانتي، نسيت الجوانتي النهاردة اجيبه، ما كنتش متوقع اني انا هاجي هنا وهيبقى الجو كده. يا بنتي اعدلي نفسك بقى. صباح الفل. ورايح على محطة القطار. بيني وبين محطة القطار اصلا في نورنبرج تقريبا دقيقة مشي، دقيقة مشي. بيني وبين المكان دون 10 دقايق مشي. بيني بقى وبين نورنبرج دلوقتي تقريبا نص ساعة بالقطار. وجيت وقضيت اليوم، شربت قهوة في قهوة، وقضينا يوم حلو وانبسطنا، وهروح على البيت. بيتك 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 وزي الفل. يعني في اليوم الجميل دون، ومش عاوز برضو اطول عليكم اكتر من كده، اتمنى لكم يوم سعيد، اتمنى لكم كل خير، صباحكم عسل، صباحكم ورد، صباحكم فل من جو المانيا المجنون الجميل. صباح الفل، باي باي.